السلام عليكم، صوت واضح؟ Guten Abend. Wie geht's? تمام، wie geht's؟ دي اللي هنبدأ بيها النهاردة إن شاء الله. Okay. Okay, good. لا، اللاب مشحون. تمام يا محمد، اللاب مشحون، كله تمام. اوكي، كوتن ابند. اوكي، مراجعة، مراجعة سريعة. اوكي، انا هقول بالعربي والناس اللي عارفة تقول بالالماني. اوكي، او انا عايز اقول لكم حاجة كمان، احنا لما 53 جميل قوي، بس لسه في ناس بتدخل. الحمد لله تمام، دانكا. اللي أول مرة يحضر معانا، أول مرة يحضر معانا خالص ومعرفش حاجة عن الأمان خالص، يعمل رقم واحد. عايز أتأكد إن كل الناس اللي حاضرة كانت معانا قبل كده. 1 2 3 4، كل دي الناس لسه أول مرة تحضر. في ناس كتير اول مره تحت. اوكي، راندا خلاص، لو انت محمد فاتت انت معانا خلاص. اوكي طيب، انا هختار حد من فوق واساله سؤال، هو بس اللي يجاوب عليه. بس يا جماعه يا ريت كل يلتزم، اختار حد واحد هساله سؤال. اوكي، هو بس اللي يجاوبني على السؤال. انا دلوقتي في ناس كتير كده بتفوت، فانا مش عارفه. لو هو اول مره يحضر يقول لي بس اول مره يحضر. اوكي، هختار من فوق. هي محمد مسعد. اوكي، واقول له تصبح على خير. يعني ايه؟ اكتبها لي بالالماني. اوكي، انا دلوقتي اخترت محمد مصعب. تمام، بيكتب لي. اتفضل. انا بسأل دلوقتي عن تصبح على خير. الصوت بيقطع. تمام، فير جود، جود نخت، جود محمد. اوكي تمام. طيب نختار كمان حد. نختار امام. امام كان معنا مرة فاتت انا فاكراه. امام قول لي صباح الخير. يعني انا بسأل امام، بس انا عايز امام بس اللي يجاوبني. صباح الخير. ادم دي مش اول محاضرة، دي تالت محاضرة الماني. عايز ترجع للمحاضرات التانيين؟ زي الجولد امام، عايز ترجع لمحاضرات التانيين هتلاقيهم موجودين على الجروب بتاع الالماني الخاص بال الدري المنتدى. تمام تمام امام، جوت مورجن، جوت. اوكي، في نهى، في عندي نهى. اوكي تمام، نهى قوليلي يعني ايه مساء الخير.
سوري يا جماعة، بس النت فصل عندي. تمام كده؟ تمام. طب أنا كنت سألت حد سؤال قبل ما يفصل. تمام. طيب نبدأ بقى الدرس بتاعنا النهاردة. معلش يا جماعة، النت قطع فصل تاني. اوكي، معاكم دلوقتي. اوكي، نبدأ الدرس بتاعنا. ده درس الانترغيشت، يعني الدرس التالت. اوكي، نريد نوقف الشات ونبدأ نركز في الدرس بتاعنا. دي فراجة ناخ ماما هايمات في قصة. اوكي، دي فراجة يعني سؤال عن الاسم ماما الهايمات اللي هي الموطن قصة التحية. اوكي، تمام. نبدأ جزء جزء. أول حاجة دي جلوسة يعني التحية. قبل ما نبدأ في الأسئلة، احنا قلنا نظام الكورس بتاعنا، هرجع تاني أعيد تاني سريع. نظام الكورس بتاعنا، نظام الكورس بتاعنا الأسئلة بتاعت اللي هي الباوربوينت والمحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي كلها دي مع الدعم. واضح إن مش عارفة الدعم فين، فهنستنى لما حد من الدعم هو اللي يقدر يديكم اللينكات دي. تمام، يا ريت الناس كلها تركز معايا دلوقتي في الالماني. اوكي، اوكي دانكا. تمام، نبدأ. هنا احنا قلنا النظام كان بتاعنا في الاول. هنبدأ، اوكي هنبدأ في الاول. احنا قلنا النظام الكورس بتاعنا. اوكي، اما تكتبوا انا بتكلم مفيش مشكلة، اما تنقلوا ده انا بتكلم. اوكي، نظام الكورس بتاعنا ان احنا لما احنا اخدنا الالفابت وبعد كده اخدنا الفوناتيك، وبعد كده هنبدأ النظام بتاعنا عبارة عن اسئلة باجابتها. رجاء هنا محدش يسألني عن الجراماتيك. الجراماتيك يعني القواعد. محدش يقول لي دي جت منين وليه وفين. اوكي، ليه؟ لان كل الحاجات دي مش هزار أوي، لأن كل الجراماتيك ده هيتوضح مع الوقت. مع الوقت لما نيجي ناخد القواعد دي هرجع أقولكوا يا جماعة مع القاعدة دي، فاكرين لما قلنا السؤال الفلاني كان جاي منين؟ كان جاي من كذا 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 كذا. تمام، ولكن هنحفظ بطريقة الإسطمبة في الأول. هو الألماني مينفعش تهدر كده، لازم آخد الأول بطريقة الإسطمبة، وبعد كده مع الوقت بعرف ليه منين، والموضوع بيكون بسيط وواضح مفيش أي مشكلة. اوكي، فنبدأ نشوف. أول حاجة في ألمانيا عندهم حاجة اسمها صيغة الاحترام. دي حاجة مهمة جدا، صيغة الاحترام أو الصيغة الرسمية والصيغة العادية. أي سؤال باخده، أي سؤال باخده لازم يكون أعرف ازاي أقولها بطريقة الاحترام وازاي أقولها بالصيغة العادية. طب أنت تستخدم أساسا صيغة الاحترام؟ استخدم صيغة الاحترام. اوكي كده كويس. استخدم صيغة الاحترام لما يكون الموقف يستدعي ان انا احترم الشخص ده. شخص اكبر مني في السن، اكبر مني في الوضع الوظيفي. تمام، شخص ما اعرفوش بكلمه لاول مره، بكلم اي حد في الشارع بساله عن اي حاجه لازم اقوله بصوت الاحترام. في السوبر ماركت وبشتري حاجه لازم اقوله بصوت الاحترام، لازم اقول لحضرتك. موضوع الاحترام والصيغة العادية مهم جدا جدا في ألمانيا، فلازم أكون مركز جدا. الصيغة العادية بستخدمها داخل العيلة في نطاق العيلة. اوكي، بستخدمها مع الأصدقاء، دي بتكون الصيغة العادية. تمام، اللي ما عندي الصوت عنده مش واضح يا اما بيفش. اوكي، ويقفل أي حاجة تانية، خلينا بس فاتح ال. تمام، أول حاجة دي بغصة اللي هي التحية.
دي فراجي، وزي ما اتفقنا يا ريت نكتب كل حاجة عشان لما اسألكوا بعد كده الناس كلها تكون عارفة. دي فراجة يعني السؤال، دي انفورت يعني الإجابة. ثواني اوكي، رجعنا تاني. تاني اول سؤال، ده السؤال اللي هو كيف حال حضرتك؟ He get is meaning كيف حال حضرتك؟ تمام؟ التانية المفروض إن مفيهاش دي، شيلوا دي، دي مكتوب غلط. ما بص لما جم ينقلوها قالوها غلط. في كيت مفيش دي، انا بس مش انتوا كده احنا تمام اوكي. في كيت كيف حالك؟ اوكي تاني تاني واخر مرة، الناس تركز معايا، اللي ما عنديش صوت ما يركش. في كيت اس إذن كيف حال حضرتك؟ في جيتس كيف حالك؟ اوكي دي بستخدمها صوت الاحترام، دي بستخدمها اللي هو كيف حالك انت. اوكي طيب لما نيجي نجاوب اول حاجه بقول له دانكا يعني شكرا، اوكي كوت يعني انا كويس، دانكا كوت او جوت دانكا، يا اما اقول اشكره في الاول يا اما اقول جود داي. اوكي لا مش هقدر اترجم كل كلمه لوحدها، لان زي ما قلت في الاول هترجم كل كلمه لوحدها دي كلها قواعد جراماتيك، ما اقدرش اترجم كل واحده لوحدها. تمام فهناخدها بالطبع نترجمها كده، دانكا جود شكرا انا كويس. تمام او جود تانك. طب لما حد يقول لي كيف حالك، طبعا من اللطيف الذوق ان انا اقول له يقول كيف حال حضرتك، ما بعدهاش اكرر السؤال تاني، لا بقول اوند اينن اوند اينن وحضرتك. تمام طب عايز اقول وانت، واحد قال لي خلينا نكتبها على شكل محادثة، في جيتس كيف حالك؟ هرد أقول دانكا جوت، وأنت كوما أوند دير. نضحك كده يبقى في جيتس كيف حالك؟ هرد أقول دانكا جوت أوند دير وحضرتك، وهنا طبعا يكون عندي علامة استفهام. اوكي تمام طيب لو انا مش كويس يعني مزاجي مش مظبط يعني بقول نيشت كوت يعني مش وحش مش كويس، تمام ممكن اقول شلشت وحش. اوكي تمام مش تبوت يعني مش حلو، مش ليشت يعني سيء. اوكي في حاجات تانية كتيرة في اللغة العامية، في حاجات كتيرة اوي. تمام وضحت كده جميل، يبقى انا لو سألت دلوقتي وقلتلكوا في جيتس الناس كلها بتجاوبني، اوكي تمام جود دانك. طب في ناس قالت لي دانك، انا لما اقول جود دانك اشكره، طب عايز بقى اقول له عفوا، عفوا بالالماني اسمها بتا. اوكي في حاجات كتيره بس هناخد بس دلوقتي بتا. اوكي احنا دلوقتي بنسال عن الحال، كيف حالك وكيف حال حضرتك. تمام واللي فاته حاجه ممكن يرجع يسمع المحاضره
تنزل المحاضرة بعد ما تخلص يقدر يسمعها تاني. اوكي تمام، ندخل على الجزء التاني وهو السؤال عن النعمة. الانجليش اسمها نيم، اوكي نفس اللي بين كل حاجة، بس بالألماني اسمها نعمة. دير نعمة يعني الاسم. لا ممكن تتابع معانا لان احنا خلاص دخلنا على نقطة تانية جديدة اللي هو السؤال عن الاسم، ممكن تتابع معانا مفيش اي مشكلة. اوكي لازم نركز. اوكي تابعوني. تمام السؤال عن النعمة، مش بس أخطأ في الكتابة. أول حاجة دي فراجة زي ما احتفلنا، دي فراجة اللي هو السؤال، دي أنتفوت الإجابة برضو من غير إيه. في أكتر من طريقة بسأل بيها عن الاسم. دي الأسئلة اللي عندي. أول طريقة بقول في حيسن دي، لازم الناس تكتب وتكتب الترجمة بالضبط. في حيسن دي يعني ماذا تدعى حضرتك؟ أنا هستخدم دي للسؤال عن الاسم في صيغة الاحترام، ولازم دي تكتب قوس، قوس يعني كابيتال، الاس لازم تكون قوس. سؤال تاني، في هايست دو ماذا اسمك أنت؟ ده السؤال عن الاسم صيغة دو هي الصيغة العادية. دي طريقة اللي هو باستخدام الفيرب هايستن، ده فيرب يعني يسمى أو يدعى. طيب الطريقة التانية بقول في ايست ايغ ناما، طيب حاجة السؤال ده انا هكتبه هنا تاني لان فيه حاجة مش مظبوطة. جزء من الحاجة تكون كابيتال وسمول اللي هي الكؤوس والكلام في ألمانيا دي مهمة جدا، وعشان كده أنا جات كتبت السؤال ده تاني لأن الـ E هنا كؤوس يعني كابيتال. في إيست إير ناما يعني ما اسم حضرتك؟ ماذا يكون اسم حضرتك؟ تمام؟ يعني إيه دي ملكية؟ عشان محدش يسألني إيه دي إيه؟ احنا عارفين بس دلوقتي إن هي ملكية. نرجع تاني أها نفسها بس هنخلي الإي دي كروس يعني كابيتال. في إيست إير ناما. هم في إيست داين ناما، ماذا يكون اسمك؟ يبقى دي ملكية لأنت. اوكي يبقى اول سؤالين دي طريقة، اول حاجة اللي هي في هايسن زي بنسأل عن ماذا اسمك صوت الاحترام، تمام. ثاني حاجة في هايست دو ما اسمك انت الصيغة العادية. في ايست ايغ ماما ماذا يكون اسم حضرتك، وزي ما اتفقنا الاي دي هتبقى قوس هتبقى كاركتر. في ايست داين ماما ما اسمك انت دي صيغة عادية. لما نجاوب قول إيش عايزة أم أين اسمي؟ إيش عايزة إمام؟ ماين ناما إيشت إمام؟ اسمي يكون إمام. إيش بن إمام؟ أنا أكون إمام. مش شرط لما يسألني بحيسن يبقى جاوب بحيسن، لا أنا لي حرية.
سألني بحيسنس، قلت له ماي نامل. سألني بإمام، قلت له حيسة. قلت له إيش بن، حرية أختار أي إجابة زي ما أنا عايزة. طبعا في طريقة أخيرة، اللي أنا ممكن أقول اسمي على طول، دي طريقة غير رسمية مع الأصدقاء، أقول له في حيسة دو، أقول على طول إيه. تمام كده، هرجع أفتح الشات تاني لو في أي أسئلة كده سريعا قبل ما ندخل للنقطة اللي بعدها. مرحبا، اوكي تمام، مفيش مشكلة. لا ماما، ماين ماين. تمام اوكي، ما هي اير، اير هي يور، هي يور، بس يور بقى احترام حضرتك. اوكي، ملكية ملكية. تمام يا ريت، بس اللي يكتب يا يكتب عربي يا يكتب، يعني خليها عربي ألماني، بلاش العربي الغريب ده. السؤال الثالث اللي هو ايه، اللي هو ده في ايست اير نعمة. الشاشة المنظارة عندي يعمل ريفرش، هتلاقي عملت معاك ريفرش بس. طيب اوكي، انا كده عرفت ايه اللي مش واضح. اللي ما عندوش صوت يعمل ريفرش ويقفل اي حاجة تانية وفتح. تمام هنعيد تاني سريعا سريعا. اوكي قبل ما اعيد هوضح بس هنا. كلمة قوس دي هخليها تفضل، قوس كلاين دبل اس او اس ست. قوس يعني كبير، كلاين يعني صغير. اوكي، كل الضمائر صوت الاحترام والحاجات دي كلها، كل دي هناخده، كل ده هياخده، كل ده هيجي بعد كده، كل ده هيجي لوحده. تمام، بس ركزوا بس معايا. الكروس يعني الكابيتال، والكلاين يعني السمول. كروس كلاين، كروس بالدبل اس، وحاليا لسه بتتكتب بالاس ست. فاكرين الاس ست مع اللي احنا شفناها من شويه. اوكي نرجع تاني. في هايفن زي، في هايفن زي مع اسم حضرتك، في هايست دو مع اسمك، في ايست اير ناما ماذا يكون اسم حضرتك، و اير دي هنخليها كروس هنخليها كابيتال، في ايست داين ناما ماذا يكون اسمك انت. ايش حيث انا اسمى كذا، ده الفيرب يسمى، وده ايش يعني انا. ماين ماما ايست كذا يكون اسمي، دي ملكية مني انا، هي زي الانجليش ماي، اسمي يكون كذا. ايش بن كذا انا اكون كذا. اوكي، في ناس كتبولي باس فتحة بس ايست، لا هي في وليست باس، ودي شاذة. هي في وليست باس ودي شاذة. فلما نيجي نعرف ادوات الاستفهام هنفهم اكتر. اوكي ندخل على اللي بعده، وفي الحالة دي لازم اقفل الشات والناس تركز معايا كويس قوي، لان هنشتغل شوية جراماتيك شوية قواعد. اوكي كمان المكتبة هيكمل كجراماتيك. جراماتيك بالألماني يعني القواعد اللغوية. اوكي
أول قاعدة لغوية ناخدها البرزنتيشن اللي عندي هنا شرح في الإنجليش. اوكي، بتكلم هنا عن الارتكلز، طبعا دي كلها انجليش. اوكي، اول حاجه بيقول لي عندي في الالماني ارتكل. اوكي، اكتب لكم كلمه ارتكل بالدويتش. ارتكل بالدويتش يعني الأدوات، سواء أدوات التعريف أو أدوات النقر. أدوات التعريف بالعربي هي ال، والنقرة بتاعتها اللي أنا بشيل ال الألف واللا. أدوات التعريف في الإنجليز هي با، النقرة آ وآن، أي وآن. طب خلينا في الألماني، با في الألماني ثلاثة، با دي داس. اوكي، هناك اين واين، وتعالوا نتعرف على كل واحد ونظامه. اول حاجه ادوات التعريف دير، دير بسميها ماسكولين، طبعا دي بالانجلش اللي هي المذكر. دير بتعبر عن المذكر. اوكي، زي عندي دير مان، يا ريت نكتب الكلمات دي ونكتب معناها. دير مان يعني الرجل. اوكي، دير زولدات جندي، دير زولدات الجندي. دير جونجا شاب، دير يونجا. كل الثلاث كلمات دي ارتكلها دير، يعني هي كلمة مفرد مذكر. دير كابتن، كابتن. دير منش الإنسان، برضه ارتكلها مذكر. دير كونش، كونش الملك. كل الكلمات دي ارتكلها دير مذكر. تاني آخر مرة هقول معانيهم بالعربي سريعا. دير مان الرجل، دير زولدات الجندي، دير يونجا الشاب، دير كابتن كابتن، دير منش الإنسان، دير كونش الملك. تمام، الكلمات دي كلها منطقية، حتى عندي أنا بالعربي الكلمات دي كلها مذكر. طيب نشوف الكلمات دي، يا ريت نكتبها. دير تيش، دير تيش منضدة ترابيزة. دير شتول كرسي، دير شتول كرسي، كرسي الكرسي العادي، كرسي مكتب الكرسي العادي خالص، وأي شتول. دير باك اللي هي حديقة أو باك سيارات، مكان انتظار السيارات. تاني دير تيش ترابيزة، دير شتول كرسي، دير بارك بارك حديقة أو البارك بتاع العربيات. كل كلمة دي هي مفرد مذكر لكنها غير عاقل. اوكي، شتول كرسي منطقي بالعربي، أنا عندي كرسي لا أعتبره مذكر. اوكي، لكن ديش في العربي بتاعي بعتبرها مؤنث الترابيزة، وكذلك باك لحديقة هتبقى مؤنث. تمام، هنفتح السيرش لو في أي حاجة مش واضحة سريعا سريعا.
بعدين نكمل. اوكي كده التشات اتفتح كده تمام. في حد سأل على الاس تي؟ احنا قلنا الاس تي ما طقشت. والله كانت في اول مخ في المحاضرة اللي فاتت، تاني محاضرة. اوكي يونجا، يونجا بتساوي كلمة بوي بالظبط، كلمة بوي يعني ولد. اوكي كلمش، خليني دلوقتي، خليني دلوقتي ليه الحاجات دي مش منطقية مع العربي بتاعنا. هقولكوا دلوقتي هنعمل ايه بس نكمل. اوكي ده كلمش، كلمش جميل كده. اتكلمنا عن ده اللي هي أداة التعريف بتعبر عن المذكر المفرد. اوكي نوقف الشات ونكمل. ندخل على أداة التعريف دي. دي بتعبر عن فيمينين، هي مفرد بتعبر عن المؤنث. والكلمات أول كلمة دي فغاو هي السيدة، دي فغاو، دي فغاو السيدة. دي موتر، دي موتر الأم، الأم أبتكلها دي مفرد مؤنث. دي كونيجين، دي كونيجين الملكة وبرضو مفرد مؤنث. تمام وده تمام مظبوط ماشي مع العربي بتاعي، لأن السيدة طبيعي مؤنث، الأم بالبديهي مؤنث، كونيجين في البديهي برضو هي مؤنث. طيب نشوف الكلمات التانية، يعني الحاجات اللي عقل. دي تيوخ، دي تيوخ يعني الباب، والباب في الألماني هو ارتكل دي يعني مفرد مؤنث. دي تيوخ يعني الباب. دي زونا، دي زونا، زونا يعني الشمس، زونا هتقولها دي مؤنث. دي أغدى، دي أغدى يعني الأرض وبرضو هتقولها دي هي مفرد مؤنث. كان دي تيوخ، دي زنا، دي أغدى، كل دول كلمات غير عاقل ومع ذلك كلهم بياخدوا الأرتيكل دي مؤنث. احنا مش هم... في كلمات كتيرة بس احنا مش هناخد الكلمات دي كتيرة، الكلمات دي كلها هتيجي مع الوقت، احنا هناخد بس أمثلة بسيطة. بعد كده تالت أداة عندي هي داس. داس تعبر عن حاجة اسمها نودغم، هكتبها هنا كده بالألماني. نادغم يعني محايد،
كلمة معظم احنا بنقول ان هي محايد، لان هي ليس لها كلمة مقابل في العربي وليس لها مقابل في اي وطن. احنا بنقول محايد، وعشان نفهم يعني ايه محايد طبعا ده غير منطقي، بنقول لا هي مفرد لا هي مذكر ولا هي مؤنث. كلمة لا هي مفرد ولا هي لا هي سوري هي مفرد لا هي مذكر ولا هي مؤنث، هي مدغم بقول عليها محايد. طب نتعرف على كلمات عشان نفهم. خلينا نبدأ بالجزء اللي تحت، لأن الكلام هيقول لي محايد. طب ما خلاص يبقى ده جماد. طب مش جماد، تعال نشوف. بس إن ده يعني النهاية، والنهاية دي أرتكلها بس، تمام محايد أوكي. بس هوتيل، بس هوتيل فندق برضه مفرد محايد هوتيل. بس هاوس، بس هاوس يعني المنزل وبرضه مفرد محايد. اوكي المعاني سريعا، بس ان ده النهاية، بس هوتيل الفندق، بس هاوس المنزل. بس بوخ، بس بوخ يعني كتاب. بس بيت يعني سرير برضو مفرد محايد. بس ليشت، ليشت يعني ضوء برضو مفرد محايد. بس بوخ يعني كتاب، بس بيت يعني سرير، بس ليشت يعني ضوء. والحاجات دي كلها جماد. اه ماشي جماد ارتكلها بس محايد. طب نشوف بقى حاجة مش جماد، دي أشخاصها. بس كيند، كيند يعني طفل. هتقولي لا طب ما طفل دي عاقل، تبقى عاقل، ولكن في الألماني بيعتبروا كلمة كيند مفرد محايد ارتكلها بس، وما تنفعش تبقى داخل. طب الأغرب بقى الكلمة اللي بعدها، بس ميتشن، بس ميتشن. ميتشن تساوي كلمة girl يعني بنت، girl girl أعتقدها بس مفرد محايد. رؤى في الألماني تعتبر كلمة ميتشن مفرد محايد. والأغرب بقى أكتر الكلمة الأخيرة، بس فغول ماين. بذكركم تاني بالمقطع ده اللي هو الآو، لو بتحط عليها الماضي بيبقى أي. فغول ماين، فغول ماين يعني أنسة. كلمة أنسة وأعتقلها بس محايد، تبقى أه بس محايد. طب نستخلص إيه من ده؟ في السلايد دي مقسم لي الجزء اللي فوق عاقل والجزء اللي تحت كده عاقل. في السلايد اللي قبلها نفس النظام، ولكن مقسم لي فوق عاقل ومقسم لي تحت غير عاقل. فاكرين الناس اللي درسوا فرنساوي في الثانوية العامة كان برضه عندنا نفس الموضوع، جمع الكلمات يحفظ ما بيتاخدش باللغة بتاعتنا، مش زي الانجليش محتاج اشوف الكلمة دي نوعها ايه عندي ويبقى كده مع كل اللغات. لا، معنى ذلك ان كل كلمة لازم تحفظ بالارتكل بتاعتها. حفظت الكلمة في الألماني بالذات من غير الدي أو الدال أو الدس، كأنك ما عملتش حاجة، مش هتعرف تكون جملة، مش هتعرف تمشي كلماتك صح، الدنيا مش هتبقى مظبوطة. كل كلمة بأكد تاني، كل كلمة لازم تتحفظ في الأرتيكل بتاعتها. ناخد أي أسئلة قبل ما أدخل على الجمع؟ اوكي فغاي لاين، فغاي لاين اهي، فغاي لاين يعني انسه. كان حد قال لي اغدى،
نيشت يعني ضوء، كند يعني طفل. احنا قلنا القرن ايه؟ قلنا دي اللي ما طلعتش اج، لان احنا قلنا تمام الاي جي اتاخدت مع اللي بعدها على طول، ما وقفتش هنا تبقى اج. فين الجيم؟ اوكي دي كلها مقطع واحد، فهنا هتبقى اج، ما وقفتش بعدها. لو وقفت بعدها كانت تبقى فينيش وهكمل بقى. اوكي دي اخده يعني ارض. ازاي بنحفظ الكلمات دي؟ هقول لكم دلوقتي لما هناخد الجمع. اوكي شيوخ يعني باب، شيوخ يعني باب، شيوخ شيوخ عشان أملاط، شيوخ. بيت يعني سرير، موطة يعني قمة. غين غين مقطوخة مش غين كاملة. اوكي تمام، نقفل الشات ونشوف الشكل اللي عندي ده. اوكي تمام، الخير المقطع بتاع لاين التصغير. اوكي والشن برضو للتصغير، بس في كلمات بتكون فيها المقطع ده، مش شرط ان هي تكون الجزء اللي قبلها الكبير وده بقى في الصغير، دي حاجات تانية في اللغة لسه بعدين. تمام؟ ميتشن يعني جيرل، زي كلمة جيرل يعني بنت. اوكي؟ طب نشوف السلايد الجديدة. طبعا الكلمات دي كلها دي بالانجلش عشان الناس تكون فاهمة، اللي فوق ده مكتوب بالانجلش، السلايد شرحها بالانجلش. الألماني نفس النقطة، هي ماسكولين. اوكي طبعا ده اللي هي دير، فدير مان. اوكي فيمينين، اوكي طبعا الفيمينين المفروض ان هي دي، واضح ان بيتلخبطوا، هنمسح دي عشان محدش يتلخبط. اوكي ودي كمان عشان محدش يتلخبط. اوكي الفيمينين ارتكلها دي اهي، دي فغاو السيدة، طفل. اوكي كند داس كند. طب ايه بقى عني اللي تحت دي اللي احنا شايفينها هنا؟ اين اين اي دي اللي هي ادوات النكرة، يعني دير النكرة بتاعتها اين. يعني لما انا اقول دير كنش الملك، لكن اين كنش يعني ملك من غير ال. الفيمينين المكنة بتاعتها اينا، تقول اينا كنجين ملكة. اوكي كنابة كنابة اين كنابة، الكلمة دي ارتكلها بس معناها غلام. اوكي الكلمة دي ارتكلها بس ودس في النكرة الأم بشتمتها، يعني نكرة اين. هنلاحظ ان فينش ان الدير والدس ارتكلهم الام بشتمت نفسها اي، دي اين ودي اين. تمام عشان كنابه، كنابه يعني غلام، كنابه. ندخل بقى على البلوغال الجم. البلوغال بلوغال نفسها في الألماني اسمها بلوغال، ارتكلها دي. الكلام ده كده مكتوب بالألماني، ده ألماني. دي زي الفيمينين، دي زي الفيمينين، نفس الشكل نفس الاسم. اوكي انا ما فيش عندي امثلة، خلينا نوضح هنا امثلة على الدي. كلمة
مثلا صغار عشان دي احنا شفناها كتير فمعظم الناس حافظينها. صغار وسيدة، أفتكر كلمة صغار أفتكر دي صغار يعني السيدة. لما أجي مع الكلمة دي هتبقى دي صغار السيدات، الأولانية دي المؤنث، أما الثانية دي الجمع، وعشان كده ضفت إن. مثال تاني على كلمة أرتكلها ده، ده تيش يعني منضدة ترابيزة. لما أجي مع الكلمة دي طبعا الجمع هيبقى أرتكل واحدة، دي دي تيشا مامبرك، دي تيشا. نسأل على كلمة تانية أرتكلها بس، نطقة بس، أوتو سيارة جمعها دي أوتش. لو جيت أنا كمان أنا ضفت هنا حرف الـ A عشان أجمع كلمة تيش، وضفت هنا A N عشان أجمع صغار، وضفت هنا S عشان أجمع أوتو. الإنجليش أنا بضيف لكل كلمة S أو A S على حسب الموضوع انتهى، لأ في الألماني كل كلمة تتحفظ بالأرتكل بتاعتها وتتحفظ بالجمع بتاعها. ونيجي هنا للسؤال، طب أنا ازاي هحفظ كل كلمة بالأرتكل بتاعتها بالجمع؟ لو أنا عودت نفسي من الأول إن أنا أحفظ كلمة مكتملة أعتبر إن ده مكتمل ليها، من غير الكلمة مش مكتملة. عودت نفسي من الأول على النظام ده هفضل دايما ماشي على النظام ده. ورقة وقلم طبعا بحفظ بيه الكلمات، ودايما وأنا بكتب الكلمة بكتب قبلها الأرتكل. ليه؟ عشان لما أجي في موقف أستدعي أي كلمة هلاقي أنا عقلي لوحدي جوه الأرتكل بتاعتي، حاسة إن هي هي دي اللي معايا، هي دي اللي أنا حافظاها معاها، الاتنين حافظينها مع بعضهم في دماغي. وأنا بحفظ معايا ورقة وقلم وبكتب بس أوتو بس أوتو بس أوتو، حتى أنا حفظتها أكتب دي أوتوز دي أوتوز، لو بحفظ الكلمة الأرتكل بتاعتها بالجمع بتاعها. تمام؟ في أي أسئلة؟ لو في أي أسئلة سريعا تفضلوا. ليه نحفظ بالأداة؟ عشان من غير الأداة مش هنعرف نتعامل مع الكلمة. بعد كده لما ندخل في الجراماتيك لازم الأداة بتاعتي، عشان الأداة دي شكلها بيتغير على حسب القواعد بتاعتها. لا مفيش قاعدة كاملة في الألماني، كله بيحفظ. مش فاهمة السؤال بتاع دي جمع محايد، مش عارفة أقرأ اللي بعد كده. فيش يعني ترابيزة؟ تانك يا أحمد. أوتو نسيت أقول أوتو معناها سوري، شكرا يا خالد. أوتو يعني عربية، بس أوتو تيش يعني ترابيزة. تمام. أوكي بيتا. ازاي تبدأ في اللغة؟ دي بترجع للمحاضرتين اللي فاتوا بتحفظهم وبترجع تكمل معانا، مفيش مشكلة، بس ارجع للمحاضرتين اللي فاتوا عشان كانوا فيهم النطق. المذكر في المفرد بير، جمعها دي بير بتاعت المذكر، ودي المؤنث، وداس المحايد. التلاتة دول جمعهم دي، جمعهم التلاتة دي. تمام اوكي. انت استخدم ال انت استخدم الارتكل في الالماني. اولا المعرفة والنكرة بتستخدمها على حسب الجملة، زي العربي بالظبط. بقول حاجة لأول مرة يبقى نكرة، بقول حاجة محددة وبقولها لثاني مرة، أو حاجة محددة بتكلم عن حاجة محددة تبقى معرفة. تمام. نادرا جدا لما تيجي كلمات من غير ارتكل، ودي مع الأكل والشرب أحيانا بتيجي الكلمات من غير ارتكل، لكن الكلمات في الألماني كلها ليها ارتكل. تمام. في أي أسئلة؟
اللي تمام معانا كده اكتب واحنا اشوف الناس كده اللي مركزة معانا قد ايه. جميل سير جود سير جود. جميل محمود عمر بيقول مش قوي، بس ايه السبب مش قوي؟ خلي ما تستعجلش لسه هقول ده. لا هي مش بدون اداة، هي ليها اداة بس هشرح ده. انا بتكلم على كلمة ايجيبتن، في ضم الكلمة رمضة. يعني ازاي افرق بين ان المذكر اولا دير مش دي؟ السؤال المفروض هنا يكون ازاي افرق بين ان المؤنث دي والجمع دي؟ بيبان من الكلمة، الكلمة لما بيكون جمع بيكون مضخمة حاجة في الاخر. اوكي صار مش هعيد مرتين. طيب في ناس بقى مستعجلة على الجزء الجديد، نبدأ الجزء الجديد ونركز مع بعض. اوكي ركز معانا، ركزوا معانا. احنا خدنا أول حاجة سؤال عن التحية، وبعد كده سؤال عن النعمة، وآخر حاجة دلوقتي هنتكلم فيها السؤال عن الهايمات. زي هايمات الموطن، البلد اللي أنا منها واللي عشت فيها اسمها هايمات الموطن. اوكي دي فغاجة يعني السؤال، دي أنت في وقت الإجابة زي ما قلنا. مثلا عن الموطن اللي هو السؤال معناه من أين تأتي، أنت منين، أنت جاي منين. نقرأ السؤال أول. Woher kommen Sie؟ من أين؟ دي كلها على بعضها اسمها من أين، ترجمتها من أين؟ من أين تأتي حضرتك؟ زي ما اتفقنا آخد مرة سؤال بصيغة الاحترام، ومرة تانية سؤال بصيغة أنت. أول سؤال تاني، Woher kommen Sie؟ من أين تأتي حضرتك؟ لما اجي اخليها بقى تدور انت الصيغه العاديه، هو هي قامست دو، من اين تاتي انت محمد؟ سكيت كان اوت. اوكي فوتو سوري، اعمل ريفرش ريفرش والصوره هتظهر. اوكي هو هي قامست دو، من اين تاتي انت. تمام. طب الإجابة إيش؟ كوما أوز إيجيبتن. يا جماعة الناس اللي بتكتب ألماني، الألماني ده عالي على الناس اللي لسه مبتدئة، أرجوكوا بلاش. أوكي في ناس لسه مبتدئة فما تحسسهمش إن هما يعني إن هما ضايعين، مش هينفع كده. أوكي فبعد إذنكم الناس ما تستعجلش. أوكي فخليكم معايا. ايش كوما اوس جبتن، انا جاي ياتي من مصر. جبتن يعني مصر. اوكي اولا قبل المدينه، قبل المدينه او البلد اللي انا جاي منها، تستخدم حرف جر اوس اللي هو هنا معناه من. اوكي ايش كوما اوس جبتن، انا جاي من مصر. الاجابه الثانيه ايش كوما اوس دير تركاي، ايش كوما اوس دير تركاي يعني انا جاي من تركيا. تمام ملاحظين ايه الاختلاف بين الجملة دي والجملة دي؟ انا بقى
أسأل حد يجاوبني، إيه الاختلاف من هنا وبين هنا؟ ممكن. تمام، سوري أنا كنت أقفل الصوت في غضباني. تمام، جميل جميل. هنا ما عنديش أرتكل، لكن هنا عندي أرتكل. لا، هي مش مصر، مش من غير التعريف. الموضوع مش بلاش. لا لا، خليكوا بس معايا، شطب كده، هنوقف كده تشات، خليكوا بس ركزوا معايا. لين اون شتيتا، مدن و بلاند ومدن. لين ده يعني مدن، شتيتا محافظات. سوري سوري، لين ده بلاند، شتيتا مدن. تركاي، تركيا. او اس ا اللي هي الولايات المتحده الامريكيه، او اس ا. شفايتس، شفايتس سويسرا. هنلاحظ ان الثلاثه دول قبلهم ارتكل، هنا دي وهنا دي وهنا دي. دايتشلاند، دايتشلاند المانيا، ايجيبتن مصر. هنلاقي دايتشلاند وايجيبتن من هم شاطر. القاعده بتقول ايه؟ كل اللندر والشتاتا ليهم ارتكل. خلينا نتكلم عن اللندر. كل اللندر ليها ارتكل، كل البلاد ليها ارتكل، كل البلاد ارتكلها بس. طالما مظهرة قدامها تبقى بس معروفة بالنسبالي، مبتظهرش. ما عدا بس، لو هي لابسة بس وارتكلها مختلفة يبقى لازم تيجي قبلها، وفي الحالة دي بحفظها ولازم اجيبها بالارتكل قبلها. يعني دايتشلاند وجيت ارتكلها بس، بس ما بتتكتبش، بستخدمها احيانا في يعني، بس مش بتطلع برضه بس، لكن لازم اكون عارف ان ارتكلها بس. توكاي او اس ا وشفايتس. كلمة توكاي ارتكلها دي، حد ارتكلها دي مؤنث، حد يسألني يقول لي طب هي ليه ارتكلها دي؟ اقول له السؤال ده ملوش اجابة، هما عندهم المانيا كده. كلمة توكاي ارتكلها دي. ونخلي بالنا ان دي لازم تكون عارفه دي مؤنث، دي توكاي يعني ارتكلها مؤنث. اوغست ارتكلها دي، ولكن دي بلغه الكتابه المعلومه دي مهمه جدا عشان تبقوا عارفين. دي الجمع وليست مؤنث، الولايات المتحده الامريكيه، فدي جمع. دي شفايتس، خلي بالنا هنا بنقطع اتس، لان وقفت هنا شفاي شفاي اتس، فلازم انطق قبلها تي. دي شفايتس اللي هي سويسرا، ودي برضه تالت بلد بتتكلم ألماني. اوكي، ارتكلها دي مؤنث. طب في ناس هتبقى محتاجة تبص على السلايد اللي قبل كده ويقول لي لا، طب ما تلقاي هنا كانت داير مش دي. دي أصلها دي جت هنا داير بغرز السيول، حرف جر هو اللي عمل حاجة معينة، دي لسه هناخدها بعدين مش دلوقتي. تمام، فلازم اعرف ارتكلها عشان انا لما اعرف القاعده دي لازم اقدر اتحكم في دي واكون فاهم. وهنا بتيجي اهميه الارتكل، ان انا اعرف الارتكل، اعرف القاعده بتاعتي، اقدر احط دي بالشكل الصح. تمام، لو في اي اسئله اتفضلوا. نبدا اول بالاسئله بس الجزء ده، وبعد كده لو في اي اسئله في قبل كده، بس نبدا اول بالجزء بتاع الهيمات والجزء بتاع اللندا. اوكي ماشي، عادي الدول تاني مش مشكلة. عاوز يعني من، لا مش الثلاث بلاد دول بس، سواء في بلاد تانية بس هما قليلين. عاوز زي فروم يعني من. احنا لسه المستوى الاول، لسه دي تلات حصص في المستوى الاول. المدن لها ارتكل ولا المدن؟ المدن معتبر كلها بس، اي مدينة معتبر ارتكلها بس، ما بيجيش قبلها ارتكل.
شفايتس الحوزة النطق فيها اللي هو حرف التت هرجع لها تاني هي شفايتس. احنا قلنا الست لو وقف قبلها او قبل الكلام بتبقى اكس، بقول شفايتس شفايتس. احنا لسه ما خدناش فين عشان انا بقول الفرق، فمعلش السؤال ده هنأجله. اي مدينة طالما ارتكل من الزهر، اي مدينة ارتكل هذا الزمان، اي مدينة ارتكل هذا. عشان نفهم موضوع الالماني كان مستوى يعني بتسأل كتير السؤال ده. ممكن يعني حد يقول لي مثلا انا اقدر اخد كام مستوى عشان ابقى اتكلم انجليزي كويس، حد ممكن يقول لي 4 5، حد يقول لي لا انت محتاج تتكلم وتكتب فمحتاج 9. على حسب احتياجي هقدر احدد كام مستوى. اللي هيروح يقيم في المانيا فاهمة بيحتاج إن هو يطلق أيس، فبيكون المستوى الأول والتاني والتالت بس في نظام جودة، الأول والتاني والتالت. اللي محتاج يروح يدرس يشتغل ده لازم يوصل لبي ابتدائي، معرفش ده بيدخلهم في حوالي 9 مستويات أو حاجة، كل وكل مكان كمان على حسب تقسيمته للمستوى. اوكي، اللي عايز يشتغل في السياحة ممكن ممكن لحد ب لحد صغير يعني ممكن ياخد 6 مستويات وبعد كده ممكن يشتغل، على حسب استخدامك احتياجك تقدر تقدر تحدد المستوى اللي انت عايزه. اوكي تمام، في اي اسئلة تانية؟ تمام، محمود عمر وضح الموضوع يعني الأرتيكل كلها البلاد كلها أرتيكلها داز، بخلاف ذلك لازم تحفظ وبتيجي دايما قبلها. مظبوط تمام. في أي أسئلة في الجزء اللي قبل كده؟ المحاضرة النهاردة بتاعتنا كانت مكثفة شوية، كان في حاجات كتير سألنا فيها عن الاسم، سألنا عن كيف حالك اللي هي التحية، سألنا فيها عن الموطن، وأخدنا قاعدة الأرتيكل اللي هي أدوات التعريف. نكست مان المرة الجاية هناخد الضماير، وهناخد البريزنس اللي هو المضارع، وهنكمل بعض الأسئلة زي السؤال عن الاسم، السؤال عن التليفون، والسؤال عن العنوان، دي هناخدها المرة الجاية إن شاء الله. عيد البلاد سوري نسيت معلش. طيب أنا عيد البلاد جي نسمع بس البلاد جي تركاي، جي تركاي يعني تركيا، جي او اس ا الولايات المتحدة الأمريكية وأرتكلها جي جامعة جي بلوغان، جي شفايتس شفايتس اللي هي سويسرا وبرضه من البلاد اللي بتتكلم ألماني وأرتكلها دي، دي عادي مفرد مؤنث. دويتشلاند دويتشلاند دي ألمانيا. اوكي ودي أرتكلها بس بتوزع قدامها، وإيجيبتن يعني مصر ودي أرتكلها بس. عشان تعيد المستوى الأول وتبقى معانا انت ممكن ترجع للمحاضرتين التانيين هتلاقيهم موجودين وهتسمعهم وممكن تواصل معانا مفيش أي مشكلة. اوكي فوهير فوهير من أين؟ اوكي هي نجلس المحاضرات هي موجودة في الحروف المتحركة في الألماني اللي هي الأي والأو والأي والإي والأو والأو، 5 زي الإنجليش بالظبط. قطعة القراءة، طب أوكي ماشي، كل مرة هنحط قطعة قراءة، قطعة نقراها تمام أجهزها من المرة الجاية لأن المرة دي مكنتش مجهزة قطعة. إزاي نبدأ نطبق؟ يعني ما أنتوا عايزين مثلا تشوفوا تمارين او كده، بس احنا برضه هنوفر هنا تمارين، هنوفر تمارين
هما 8 محاضرات، خدنا منهم 3، هما 8 محاضرات. احنا كده في المستوى الأول. محاضرة استماع زي كتاب محاضرة استماع دي، أنا والله لما كنت في الكلية ما كنتش حاجة عندي اسمها محاضرة استماع. كومست ما وضحني ايه محاضرة استماع، اسمع الناس يعني، ولا قصدك محاضرة قراءة يعني؟ في المستوى ده ان شاء الله هناخد الارقام. قراءة تمام. بانكا بانكا نسمع صوت. طب ما انا نزلتلكوا على الجروب، نزلتلكوا قطعة بالهيروغليف بتاعتها، الناس اللي سمعتها كده تكتبني واحد، شوف مين تابع، مين اللي بيتابع الجروب. خالد سمعهم كويس. مين تاني؟ أحمد، محمد سيد، أحمد، حنان، جيمي، خالد، مين جميل، ناس كتير أوي سمعت. أشرف، مين في ناس كتير أوي سمعت القطعة. تمام، أشوف لكم كمان قطعة جديدة وأنزلها لكم، أو أكتب لكم اللينك، أكتب لكم اللينك بتاع الـ DVTV اللي هو القناة الألمانية، هتلاقوا فيها حاجات كتير أوي بلغني. بس تسمع بس، مش عايزاكم تتعرفوا معايا كلمات دلوقتي، تسمع بس. جود. اوكي تمام. في اي اسئله تاني؟ المره اللي فاتت كانت كلمات صعبه، كان ايه الكلمات الصعبه؟ موافق، ممكن اقول اشتيمت. اوكي بسيط. اوكي نخليها المرة الجاية. احمد شفيق دي دكتوراه جميل اوي، ان احنا نعمل محادثة المرة الجاية. اوكي المرة الجاية هنبدأ اول ربع ساعة تبقى محادثة، عشان نحفظ الحاجات اللي احنا خدناها النهاردة ونطبقها على طول. لا هو مش 3 مستويات، هو كل حرف رسمها في الكمبيوتر عبارة عن حروف R1 A2 B1، فكل حرف 3 مستويات. انت معاك جوه طبعا مش 3 مستويات. تمام. آيس اللي هي R1 هي اللي 3 مستويات. بيتين سارة جميل. نكتفي بهذا القدر النهاردة. اوكي بانك يا فرالة، شكرا. أول مرة أسمع عن كورس ميشيل توماس، نعم. فلو هو في لينك مجاني يعني، عشان ما يكونش في حقوق الناس، ممكن تحطه على الجروب وأشوف إيه أشوف. أوكي أوكي دانكا أوند جوتا نخت. تشوس.